بوليكا اللي حصلت امبارح، بوليكا حصلت امبارح تحت عنوان، تحت عنوان ايه؟ ايناس عز الدين. ولما تسمع الاول ايناس عز الدين دماغك تذهب الى الممثله الشابه والجميله ايناس عز الدين وصديقتنا الجميله واللي شاركتنا من حوالي شهر ونص شهرين هنا في برنامج اخر النهار، فقره تامر وحوا اللي احنا بنعملها دايما مع البنات حوا. فالدماغ راحت لها فورا، والاشاعه اتقال انه لا قدر الله يعني ان الممثله الشابه ايناس عز الدين اصابها مرض او فيروس الكورونا. فقلقنا وعملنا وكذا، ثم فوجئنا ان القصه تانيه خالص، وبلو تانية خالص، وشو تانية خالص، ومسرحية تانية خالص، وحاجات تانية كتير. خلينا بس الأول نسلم على زميلتنا وصديقتنا وفنانتنا وممثلتنا، عشان كلمة ممثلتنا دي مهمة جدا، إيناس عز الدين. إزيك يا إيناس؟ ألو، إزيك يا إيناس؟ إزيك أنت؟ أول حاجة فعلا لازم تتأكد دلوقتي وتقول الممثلة. مظبوط. الفنانة والممثلة. عيب عليك، أنا مش تلميذ، عشان كده قلت وحياتك. الممثلة بالثاء حتى. لا لا بجد، احنا في ذعر وإرهاق ومجهود، يعني ليه كل الرعب ده من غير تأكيد في أي معلومات المفروض، يعني الغرض منها إيه؟ أنا مش فاهمة، بس خليني أتكلم. يعني احكي للناس كده القصة بالراحة كده يا ناس. كإنسانة الأول قبل ما أكون الفنانة والممثلة اللي ليها معجبين وليها محبين والناس عارفة، الإنسانة اللي بتتكلم المتربية لما يجي لها حاجة زي كده والتليفونات من ساعة ما صحيت من النوم ويومنا ملخبط كله، والحالة والأجواء اللي احنا عايشين فيها مش مستحملين أي خوف وأي متحملين أي شيء يعني. فالمفروض إن احنا نكون قبل ما يحصل الحالة اللي هي أزعجتنا كلنا ديت، إن احنا نتأكد من اللي حصل، ونتأكد ان احنا نشوف اذا كان عندنا فعلا الموضوع دوت، ونبتدي نشير ونبتدي نعمل الشو بتاعنا. طيب ممكن بس شو، عشان في بعض الناس ممكن ما يكونوش تابعوا اللي حصل، فلو سمحت احكي لهم القصة من طقطق. لسلام عليكم. طيب اذا كان عندك وقت اوكي. لا مش ثلاث ايام يعني، في السريع يا انوس. طيب اوكي. انا موافقة. اولا انا صحيت من النوم على كم من التليفونات والبوستات على الواتساب. سلامتك ايناس، طمنينا، من فضلك ردي علينا فورا. انا اتخضيت. فاول حاجه اصحابنا وفنانينا واصدقائي ومقربين، فبقيت ارد بالتوالي، في يا جماعه طبعا انا مش فاهمه حاجه. تمام. ايناس انت في البيت، احنا عرفنا ان حصل الامر، اني انت اعلنتي ان في مرض كورونا. قلت لهم انا اعوذ بالله، هو انا ناقصه؟ يعني الحمد لله رب العالمين انا في البيت ومع اولادي وملتزمه جدا جدا جدا، لان انا اصلا بخاف وجبانه. فزي اي حد طبيعي بيخاف على اسرته وعلى كل الناس المحبين والناس اللي بتحبه، فمتبعه يعني التعليمات. تمام. فابتديت ان انا ابص بقى، اخش واشوف على الانستجرام، على الفيسبوك، على السوشيال ميديا عامه. ثانيه واحده، انا مش قلنا يا جماعه الفنانه اكتبوا الممثله؟ طبعا وانا فخوره دلوقتي ان انا الممثله. ماشي كملي يا عمر. فدخلت وتابعت الحاله اللي فيها ذعر ورعب ودعوات وحاجات كتير قوي. فابتدت الناس اللي هم المقربين ليا جدا، الاصدقاء واصحابي من الوسط الفني وخارج الوسط الفني، يشيروا صورتي ويكتبوا ايناس بخير واحنا لسه قافلين معاها التليفون ومفيش حاجه زي كده، ولو سمحتوا تاكدوا كويس من الطرف الثاني اذا كان عنده فعلا المرض اللي بيدعي ويقول كورونا. تمام. فابتديت اتابع طول اليوم، مش متخيل انت من الساعه 10 بالليل 3 بالليل. خلاص انا ايناس يعني ما تديهاليش يوميات واحده يعني، قصي شويه اللي في النص. طيب ماشي اكمل بعد كده. يلا. بعد بقى كل ده ابتديت اخش في مشاكل تانية. وهجوم غير عادي ان انا بدعي. طبعا. وان انا بعمل شهات يا جماعه، مش انا لبس بقى الاسم تيبيكال لإيناس عز الدين. أيوة. الخلط الفظيع ده سبب لي مشاكل كتير جدا. ودي هي المطربة بقى. المطربة بالضبط كده. المطربة إيناس عز الدين هي اللي أعلنت إن هي عندها كورونا.
بالظبط. كويس، والكلام ده قبل الفحص. ده حقيقي. مش كده، انا بتاكد بس بالمعلومات وترتيبها. وقبل الفحص، وانا ذات نفسي كانسانه متعاطفه، واحنا شعب اصلا بيتعاطف، ودي حاجه ما ينفعش، احنا في كارثه. فانا من ضمن الناس بقيت ادعي واقول مش انا وانا الحمد لله، وربنا يشفيها وتكون طبعا الـ 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 النتيجه سلبيه. هي اعلنت ان هي عندها كورونا قبل نتيجه الفحص اللي هي عملته، اللي هو اللي اسمه البي سي ار، ما يطلع اساسا. ده حقيقي. وابتدينا نتاكد. تمام. وابتدينا في احدى المواقع. دي صوره ثانيه واحده يا ناس، دي صوره المطربه ايناس عز الدين، عشان بس الناس تفرق في الشكل. شلتوها ليه؟ الشكل واضح قوي على فكره. فين موجوده؟ ايه، انا اصل اللي عندي. لا انا اعتقد ماشي. اللي موجوده على الشاشه حاليا الفنانه والممثله ايناس عز الدين. اصل انا مش شايف الورقه كنترول عندي. ماشي، دي تمام. دي المطربه ايناس عز الدين اللي القصه اثيرت بشانها. خلاص، شكرا بقى. نرجع احنا للممثله ايناس عز الدين اللي معانا دلوقتي على الهاتف. تمام تمام يا جميل. ابتدت دلوقتي بقى رسائل كتيره جدا وهجوم. بصراحه هو انا هعتبرها حب طبعا للناس. الحمد لله انا يعني ببادلهم نفس الشعور والحب والتقدير. كويس. تغيير الاسم، فبيتكلموا في قصه تانية خالص، يعني بعيد عن اللي احنا فيه. لا، وانا معلوماتي ان الفجر امبارح او النهارده الصبح نتيجه التحليل بتاع المطربه ايناس عز الدين طلع، وطلع الحمد لله سلبي. الحمد لله، يعني ما فيهوش كورونا ولا حاجه. لا خالص، ما هو ده اللي انا بتكلم فيه. ليه البلبله وليه الرعب للناس؟ هي مش ناقصه. غريبه قوي. يعني في حد يفول على نفسه. ده شيء مزعج جدا. يعني انا اعتقد لما حصل لي الحادث الكبير قوي قوي قوي، كان كل زمايلي وكل قرايبي كانوا حريصين ان ما حدش ينزل صوره وانا في أسوأ حالاتي. يعني انا كطبيعتي عشان عارفيني وحافظيني، بحب دايما لما انزل او انشر بوست طاقه ايجابيه. مظبوط مظبوط. حتى لو انا فيا اللي مكفيني، فيا تعبانه اي حاجه، الناس مش متحمله. صح. فلما يجي موقف كبير واحنا في 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 كبوه، وربنا ان شاء الله الغمه دي هتروح، وان شاء الله مصر هتفضل باذن الله دايما ربنا حارسها. طب قولي لي طب يا ناس، هو انت فعلا، عشان بس انا قريت في بعض المواقع، انت فعلا طلبتي نقابه المهن الموسيقيه اللي هي منتميه ليها المطربه ايناس عز الدين انها تحقق معاها وتاخد موقف معاها؟ ده حقيقي. انا بعترف، لان انا لسه منزله بوست حالا على الانستجرام، لاني انا بجد اتوجعت اول ما سمعت الخبر. تمام. فرد فعلي كان عارف اللي هو يعني ده من جوايا قوي. ليه بتعملي كده؟ فلازم موقف، لازم موقف. انت بتطالبي بالتحقيق معاها عشان هي ادعت من وجهة نظرك كده، ولا علشان المشاكل طالتك بسبب الخلط في الاسماء؟ لو هنتكلم بصراحة الاتنين، لان الموضوع يعني احنا الاتنين في موقف زي كده. تشابه الاسماء وموقف كبير بيمس مصر وتجريح وحاجات تمسني انا، ما ينفعش اسمي. تمام. سوري يتلط في حاجه زي كده، ما ينفعش. تمام تمام تمام. فانا طالبت ده، وارجو فعلا الموضوع يتاخد فيه اجراءات لازم. صح، عشان كمان ما يبقاش فيه، اذا كان في حاله من حالات الادعاء او الشو او كده. طبعا. عشان ما يتكررش، لان احنا في وقت ما يسمحش باي نوع من التصرفات دي. بالظبط بالظبط. وتسمح لي بس قبل ما معلش انا هستغل الفرصه. اتفضلي. من خلال البرنامج يعني مشكورا. اتفضلي. انا هشكر موقف الحكومه المصريه والاجراءات لمواجهه الوباء اللي احنا فيه ده، حقيقي حقيقي قوه متماسكه بشجاعه. الاطباء المصريين، قسم التمريض، كل الحب والتقدير ليهم، حقيقي تحياتي ليهم جدا 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 من قلبي، لان المفروض ده اللي يحصل دلوقتي، كلنا نبقى ايد واحده. انا كده اتاكدت واطمنت ان انت ما عندكيش كورونا. لا الحمد لله. الحمد لله. ايناس انا بشكرك، وربنا يطمنا عليكي، والحمد لله طمنا حبايبك كلهم عليكي. الممثله والفنانه ايناس عز الدين كانت معانا وبتطمنا بنفسها على صحتها، وان ده تشابه اسماء، اما قصه المطربه ايناس عز الدين